وحدهم مسؤولو المقابر من يحصون أعداد الضحايا نتيجة غياب الإحصاءات الدقيقة وقبلها الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين. هكذا يبدو الوضع في العاصمة المؤقتة عدن الغارقة في الفوضى والأوبئة. هذه مقبرة الرضوان في حي الممدارة تستقبل وحدها يومياً عشرات الجثث. نشد الجهات المختصة صاحب مقبرة الرضوان عن هذه الأعداد التي تتوافد في اليوم قرابة 30 إلى 40 أو 50 قبر في اليوم الواحد، منهم كبار السن، وهي من أعراض الحمى، وبعضهم يقول أنها مكرفس وبعض هذه الأمراض. نريد أن نعرف ما هذه الأعداد التي تتوافد بكثرة، وما هي الأمراض هذه والأوبئة. تتعالى أصوات المواطنين هنا مطالبة بالكشف عن أسباب تزايد الوفيات وفتح المستشفيات لاستقبال المرضى وتوفير وسائل الحماية والسلامة. مصدر حكومي أكد وفاة أكثر من 600 شخص بينهم 6 مسؤولين حكوميين بفيروسات وأوبئة غامضة تجتاح المدينة منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى تفشي الطاعون الرئوي وأمراض أخرى بينها فيروس كورونا، فيما نعت جامعة عدن وفاة 7 من أعضائها جلهم نتيجة الأوبئة والحميات. فبعضهم يقول أنه طاعون رئوي، وبعضهم يقول كورونا، وبعضهم يقول والمستشفيات مغلقة، وبعضهم قد يبحثوا المستشفيات كامل التي في عدن ولا يجدوا من يستقبل هذه الحالة. الحكومة الغائبة عن عدن المنكوبة اكتفت بإعلانها مدينة موبوءة دون خطوات عملية لإنقاذ حياة سكانها، وما سجلته لجنة الطوارئ العليا لمواجهة كورونا حتى الآن 106 حالات إصابة بالفيروس في عدد من المحافظات بينها 15 حالة وفاة، فيما الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بحسب منظمات دولية. هكذا إذن تتسع رقعة المقابر ويموت المواطنون بصمت في بلد مزقته الحرب وتعددت فيه الميليشيات وغابت عنه الحكومة وتفشت فيه الأوبئة.